تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه صوره اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت في اليوتيوب الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. فيل جونز كان دوما لاعب مخلص لليونايتد، ابن 29 سنة حاليا خدم مان يونايتد 10 سنين. اللاعب اللي اختاره السير أليكس فيركسون وقدم معه مباريات مهمة في الماضي. اشتهر بشيء آخر غير تدخله الدفاعي الشهير بإبعاد الكرة في رأسه في إحدى المباريات. اشتهر بشيء آخر غير تضحيته المستمرة في الملعب بغض النظر عن الناس وإعجابها في مستوى أو لا. اشتهر بشيء آخر غير أنه مستعد يلعب بأي مركز، المهم يكون في أرض الملعب حامل قميص يونايتد. اشتهر بصورة لردة فعله أثناء تسديدة تلقاها فريقه، وهذه الصورة باتت رمز ميمز، أصبحت نوع من الكوميديا بين الناس منتشر لمستوى العالم لمدة سنوات طويلة، لدرجة انه حتى صحيفة التليجراف اللي معروف عنها الاتزان والرصانة عملت تقرير وخلت عنوانه افضل صور فيل جونز صاحب الوجه الرائع. هذه الصورة اللي بتظهر قدامك اكيد شفتها من قبل، ردة فعل هذا الوجه اصبحت دائما للرعب للصدمة لاي شيء في السوشيال ميديا. شو قصتها وشو تأثيرها؟ هذه الصورة بترجع للموسم الاخير للسير أليكس فيركسون، تحديدا الجولة 32 من البريمير ليج، موسم 2012-2013. مان سيتي بحل ضيف على يونايتد، الفارق كان كبير والدوري شبه محسوم لأنه الفارق 13 نقطة لصالح الشياطين الحمر، لكن وقتها التنافسية كانت لسه كثير حادة بين يونايتد والسيتي، ما بتتعلق بالتنافس على اللقب، بتتعلق بالتنافس على المدينة مين أقوى في الديربي. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، في الشوط الثاني اتقدم ميرنر بهدف للسيتي، ثم سجل كومباني بالخطأ في مرمى هدف التعادل اللي كان فيل جونز طالع فيها بالكرة بالهجم وضاغط عليه أيضا. ثم جاءت الدقيقة 77 بالصورة الشهيرة، أجويرو بيستلم كرة من يايا توري على مشارف منطقة الجزاء الجهة اليمنى لمرمى يونايتد، بينطلق بسرعة وبيفتح الدفاعات بانطلاقته متجه للجهة اليسرى عند المرمى. فيل جونز حاول يوقفه، ركض معاه، لكن أجويرو كان غير قابل للإيقاف، صاروخ سريع جدا وأيضا قدمه نارية، أرسل قذيفة كبيرة جدا حطم فيها شباك ديخيا وفاز مان سيتي 2-1. ولكن أثناء سير الكرة فيل جونز عمل ردة فعل غريبة، نظر بسرعة تجاه المرمى وكأنه بتابع الكرة شو حيصير فيها، فالتقطته الكاميرات الفيديو والفوتوغراف بردة الفعل الشهيرة هاي، ولأن الكرة كانت متجهة للمرمى ولأن الكرة هزت الشباك أصبح هذا الوجه ميمز شهير لحالة الهلع لحالة الرعب وليس مجرد مدافع، هيك ربنا خلقه. وللعلم دفاعا عن فيل جونز، هو في ذلك الموسم لعب 17 مباراة وساهم بشكل واضح بالفوز بلقب الدوري، يعني بتكلم 17 مباراة في البريمير ليج نص الموسم. وبعد تلك المباراة اللي التقطت فيها الصورة كان تحليل بي بي سي عن مستوى فيل جونز، برهن فيل جونز على قيمته كمدافع جيد لليونايتد في تدخلات مميزة طوال اللقاء. اللاعب طبعا ما بزعل من الموضوع، وإلا أكيد أنا ما كنت عامل عنه قصة صورة فيها ربما البعض يفهمها غلط، لكن الهدف كان توضيح قصة الصورة، لأنه فيل جونز نفسه شو حكى عن الموضوع وهذا اللي شجعني أعمل الحلقة. في عام 2019 فيل جونز قال إنها مزحة أصبحت ترند، حتى الشخص نفسه هالأيام ممكن يبعث صورته في معالم وجه غريبة بتشات واتساب لأصحابه لو كان فيها نوع من الكوميديا. قال أنا تعلمت أني أتقبل الأمر لما أشوف هاي الصور منتشرة، أصحابي برسلوا لي إياها وما بتزعجني لأنها بالنهاية مجرد مزحة. الموضوع أيضا حتى اللاعبين صاروا يمزحوا مع فيل جونز علنية ويحكوا معاه بصراحة، وأشهر موقف اللي عمله رحيم ستيرلينج عام 2019 لما نشر صورة وهو بيسدد كرة نحو المرمى وكتب فيل جونز سيكون فخورا، وقصده عن معالم وجه رحيم ستيرلينج اللي حطها بالتغريدة. هذه قصة صورة من أشهر صور فيل جونز، ربما ساعدت على شهرته كلاعب كرة قدم لأنه كثير ناس ما بتركز بتفاصيل اللعبة بقدر ما بتركز بالأمور الهامشية مثل ردة فعل وجه مدافع عم بيطلق هدف وعم بيجري لآخر لحظة عشان يمنع أجويرو يسجل، بس وقتها كان أجويرو جدا صعب توقفه مين ما كنت. بنوصل هون لنهاية حلقة قصة صورة، في التعليقات احكوا لي شو بدكم قصص صور، ايضا اعملوا لايك على الفيديو واعملوا سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.